هذا واجب ديني أخلاقي وطني اجتماعي وأيضا إنساني، لأنه الإنسان خلقه الله تعالى، علينا أن نحافظ على كل إنسان. فأتينا إلى هنا لنكون صوت من لا صوت لهم، ليس هذه إلا سفراء لمن لم يستطيع الوصول إلى هنا. هنالك عدة أسباب، وأنا متأكد أن من يتواجد في البيت أيضا قلبه معنا وعقله معنا وأيضا قلق، وهنالك من استاء إنه يعني يا عمي مش قاعد تجيب فايدة. صرنا من سنة 2000 لليوم حوالي 1895 قتيل، قربنا على 2000، يعني من 2000 صرنا 2000. هذا محزن جدا. شعبنا أصيل، شعبنا محترم، ما كان هيك، ولكن نحن نريد أن نوصل الرسالة إلى الحكومة ونقول الاهتمام بشعب العربي الفلسطيني 48 مكلف، ولكن إهماله مكلف أكثر. هذه مظاهرة لإسماع صرخة الأحياء والأموات، وهنا في تل أبيب، لتصل هذه الرسالة لكل المجتمع الإسرائيلي. فيهم مشاركة من متظاهرين يهود، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح، مشاركة من أهالي فاقدة وعائلات تكلة. هذه الناس تحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، وما من شك في أن الدولة لا تعطي قيمة متساوية لقيمة الإنسان العربي، والشرطة مش مهملة، الشرطة متواطئة في منع الجريمة المنظمة تحديدا. ولذلك هذه هي الصرخة، الدولة قادرة على مواجهة الجريمة المنظمة، وهذا دور الدولة وليس غيرها، وهي قادرة أن تنجح كما نجحت هنا في تل أبيب. اليوم في نس سيونا كان محاولة اغتيال وقتل، بعد بساعات ألقوا القبض على الفاعلين، لأنه بذلوا جهد، أطلعوا طيارة وسيارات ودوريات. هذا لا يتم، لا نراه في البلدات العربية، وهذا هو الفرق. مثال إنه إحنا مجتمع اللي هو عم بنتهي، مجتمع اللي هو وضعه كتير صعب. إحنا أي إنسان، أي حدا اليوم هون موجود كان بالمجتمع العربي، أنا متأكد إنه إله حدا كان قريب، صاحب، جار، اللي انقتل له حدا على الهبل، على الفاضي، يعني إما خاوة، إما سموم، إما زيح السيارة، إما مين هقوى يعني، بس أكتر ولا أقل. بس إحنا عندنا مشكلة، إحنا أكيد يعني الإشي بيصير عندنا إحنا هون، بس كمان في مشكلة أنا حسب رأيي اللي هو الحكومة، تشغل الدولة، بس الحكومة لو الإشي، وأنا بأكد على الإشي، لو إن إحنا بنحكي إشي ضد الدولة، المخابرات بتغلغل، ولا حدا ولا أي إنسان بيقدر يسترجي يحكي. ليش؟ لأنه في خوف من هذا الإشي. بس لما الإشي هو إجرام ليلي عادي، يعني لأنه كله بيعرف، أي حدا بيقدر يمسك فرد ويمسك له شيء بارودي وعادي، يعني الإشي صار عندنا عادي، إنه إذا أنا مشعرش بأمان. أنا أعز صاحب عندي نقتل يعني قبل سنتين، وأول مرة بحس هذا الإشي، وإن شاء الله تكون آخر مرة. أمان؟ لا، ما فيش أمان، لأنه يا ناس انقتلت عنا، وصارت كتير بكفر كنا بالذات على فكرة، إنه بنات قاعدة بالبيت يعني لا إلها ولا عليها، بس من رصاص طايش. فأمان أكيد مش أمان. بالناصرة برضو صار هيك شيء، بحيفا بتصير، طمرة برضو قبل كم بالجمعة برضو شخص اللي ولا إله ولا عليه انقتل. فإحنا مجتمع اللي هو عادي يعني دم رخيص صار للأسف، الشيء اللي هو شوي صعب لا يوصف الصراحة. اسمع، إحنا العالم قسم 80-20، 80 ناس مناح و20 ناس اللي مش مناح، بس للأسف شديد ال20 هي الهو، هي اللي مسيطرة هو. وإيش عم بيصير هون يعني حضور الصراحة، أنا تفاجأت كتير، أنا كنت أفكر نكون بس أكم باص، طلعوا اليهود أكتر منا. فهذا بحكي كمان إشي في ناس